السلام عليكم خوتي، معكم وليد. وليد ان شاء الله اليوم راح نلعب لعبة كوب هيد خوتي، وهذه اللعبة هي واحدة من اصعب الالعاب اللي في العالم كاع، لعبة صعيبة بزاف. دوك تشوفوا. المهم خليني نغير اللغة خوتي، نديرها انجليش هكا. نايس، خلينا نبداو. يلا نيو. اوكي، اللي ما يعرفش هذه اللعبة خوتي، هذه هي من اصعب الالعاب في العالم، واحدة من أصعب الألعاب. وتاني خوتي الصعوبة تحجي في المراحل، يعني فيها مراحل تلعب مراحل عادية، وكاين مراحل الوحوش تقاتل زعامة هكا. صعب بزاف، المرحلة صعيبة بزاف خوتي تاع الوحوش وكلش. تاني المراحل العادية صعب، خاطرش يدير لك خلوطة في المرحلة، يعني كي الزاعم يتيري عليك وكلش، يتيع عليك من كل جواية، ما عندك ما دير، كي شغل صعيبة بزاف. المهم ان شاء الله اليوم راح نلعبوها خوتي. المهم هذه القصة خوتي هكا. نايس، هاي ليك كملت القصة. نايس، وان شاء الله اليوم في هذا الفيديو خوتي راح نخصصه لوحد الزعيم، راح نقاتله ان شاء الله ونربحوه ان شاء الله. المهم يلا، هذا ويهدر، خلينا نتخطاو. يلا يلا هيا بسرعة بسرعة. اوكي، من بيش قاو شو يقول خوتي، بس هو مكتوب وشو يقول، هو يخلط هو يدير بلا بلا هكا. المهم يلا نايس، نلعبو بهذا خوتي، هذا الكوب شتوه، كوب هيد، هذا الكوب، رأس الكوب. ندخلنا التوتوريال، يعني يعلمونا في اللعبة خوتي. نايس هكا، شوفوا خوتي هكا نمشي وباينة، وتاني هذه تيري هكا، شتو خوتي كفاية تيري. نايس، هذه باش تصوتي، وكي تعبزها زوج مرات يصوتي هكا زوج مرات، شتو خوتي يصوتي هكا، يدير هكا هذيك الغوز هذيك، شتوها. المهم نحتاجوها هذيك خوتي، خاطرش هذه اللعبة فيها واحدة الفكرة أسطورية، اللي هي كل حاجة لونها وردي نقدروا نصوتوا عليها هكا زوج مرات، نعبزوا زوج مرات على اللي تصوتي، ومن بعد يضربها كي شغل، وندو منها النقاط باش نقدروا نستعملوا ضربات هكا قوية. المهم خالتي، وتاني هذه هي الداش هكا، وتاني هذه باش تيري، وهذه باش تحبسوا هكا خالتي، هذيك الكادنة هذيك تعبزها هكا ضغطة مطولة باش تحبسوا في بلاستو هكا يعني، وتيري هكا بلا ما يتحرك. المهم يلا، وتاني نقدروا نغيروا، شوفوا الطلقات خوتي. نايس، وهذه تاني هاي ليك، شتو خوتي هذه تولي، وهذه هذه واش دير، هذه تيري، انت تعبز وتيري. ها شوف، تقدر تشحن تاني هكا خوتي وتيري، بوم شتو هكا بوم. نايس، هنا قالوا لنا قعد هكا. نايس، هنا نصوتيو، ايه هنا نديرو هكا خوتي هكا. نايس، هنا نهبطو هكا، هنا نتيرو قال لنا، بدل السلاح هذا. نايس هكا، تيري تيري، ايه لازم ندنا هكا هكا، يلا تيري. نايس هكا خوتي، هنا هاي لي خوتي، شوفوا شوفوا هذا لونها وردي خوتي، يعني نقدروا، شوفوا اصبر نعاودها، شوفوا خوتي هاكا، شتو خوتي كيفاش. نايس ديرتها. المهم دوكا واش نديرو، دوكا نخرجو، يلا كملنا التوتوريال التعليم، دوكا نروحو خوتي للبوس للزعيم. يلا عمبالي باللي راكم متحمسين. المهم يلا خلينا نروحو، وفي المرحلة خوتي عندنا تلت، يعني تلت تلت قلوب، تلت قلوب، يعني يكون يقيسنا ذاك الزعيم يقيسنا ثلاث مرات نخسره في المهمة، نعاودو من جديد، هذه هي الصعوبة تاع اللعبة. المهم وفيها زعماء بزاف خوتي ومراحل بزاف. المهم حنا هاوليك الزعيم اللي راح نلعبه هنا خوتي، هو الزعيم ندخلو نلعبه، بصح هو ثلاث زعماء خوتي خضروات، راح نلعبه زعيم الخضروات، يعني نقاتلو ثلاث خضروات خوتي. دوك تشوفوا يلا ندخلو. نايس خوتي، ها شوفوا شتو هاوليك بطاطا، شتو خوتي نقاتلو هاد البطاطا. يلا صوتي. نايس هكا،
لازم ما نتحركش خالتي، شوفوا هكا نبقى في بلاصتي ونتيري عليه. يلا هكا، اوكي تيري تيري. هاوليك شتو هذاك خوتي الورديه هذيك، نقدروا تاني نصوتوا عليه، بصح حنا ما نغامروش ما نصوتوش فوقها، خلينا نقضيو عليه. هذه البوس الاول هاوليك بطاطا خوتي، انا قضينا عليه. دوك يجي بوس واحد اخر اللي هو البصله، هاي لك خوتي البصله البكايه، شوفوا كيف تبكي. انا قبل ما نبدا نسجل هذا الفيديو خوتي لعبت هذا الزعيم وكلش، لعبت هذا الزعماء يعني البطاطا وهذا البصله وكلش، والزعيم الاخر دوك نخليه لكم مفاجاه انتم ما شوفوا. لعبت ودربت خوتي باش كي نلعب هذا الفيديو نربح، ان شاء الله نربحه من اول مره، علاش لا راح نحاول. المهم انا قضيت على البصله البكايه، دوك تجي المفاجاه. شوفوا خوتي شتوه الجزارة، شوفوا يوه تيري علينا هذا الجزر، هذا اللي هو يتحرك يطير في السماء، يقيسنا نخسره خوتي، لازم نتيري عليه. ايه حيت تيري من العين، يوه عين ثالثة شتو خوتي، نايس عندي ثلاثة قلوب، نايس ثلاثة حياة، يعني مازال ما نقصناش من القلوب. ايه الاش بي هذاك او الفوق اخوتي في الجهه اليسار باش تعرفوا. او لا 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 لا، او خسرت واحده اخوتي، نايس هكا. يلا يلا تيري تيري تيري، قربنا اخوتي والله غير وقيلة راح نربحو من اول مره، وقيلة نايس. هاي نايس ناك اوت، ربحت اخوتي والله غير من اول مره، واو والله غير أسطورية من أول مرة. والله غير أنا قبل ما نبدأ نسجل هذا الفيديو كي كنت ندربت تعذبت معاها باش ربحت خوتي، تدربت وتدربت وتدربت عييت معاها، ودوكا كي سجلت لكم الفيديو والله غير من أول مرة، واو نايس. المهم خوتي ها أنا ربحنا شتو، ها أنا ربحنا نايس. يلا دوكا خوتي زيادة يعني نزيد لكم هنا، نلعبوا واحد المهمة واحد اخرى خوتي، دوك نوريكم وراها هي وقيلة منا، خلينا نشوف منا ماشي منا، لا لا نسيت وين راهي خوتي، وقيلة نهبطوا منا. مين تاني؟ ايه هاي لك خوتي لقيتها، دوك نلعبوا واحد المهمة شابة. يلا في الفكرة تاعها أسطورية، الفكرة تاعها تاع هادوك خوتي نصوتي وفوق هادوك الحاجات الوردية، أشياء وردية، دوك تشوفوا كيفاش نايس. ها شوفوا خوتي راك تشوفوا هذاك الكأس فيه كلمة هيلب، يعني لازم ننقدوه يعني نحاميو عليه. شوفوا خوتي راك تشوفوا هاد الأشباح الوردية لازم ما نخلوهاش تقرب للكأس، لازم اللي يقرب نروح نصوتي فوقه، وما تبان لكمش باللي سهله خوتي والله غير صعيبه، لازم تصوتي هكا. مع الاسف يو ديد، وصل للكأس خوتي خسرنا، صعيبه شتو نايس، صعيبه بصح ممتعه نورمال. المهم يلا يو هذا جا بالسرعه، غير بدات المهمه جا، يلا لازم نخليهمش قاع يقربوا ما نعطيهمش فرصه خوتي. يلا ها لا 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 قرب، يوه والله غير صعيبة بزاف، يوه يلا يلا نحاولوا ما كاش مشكل. يلا نايس هكا، هم بداو يجوا بزاف خوتي، يلا يلا نايس. دوك يجي واحد صغير خوتي صغير بزاف، خسرت مرة واحدة أخرى. One hour later. يو وسمك شحال من مرة خسرت، يلا يلا نعاود نورمال، راح نركز خوتي يلا يلا. او جا داي نايس اوكي، اروح انت تاني
يلا يلا يلا، العب خفيف، العب خفيف. نايس، يلا زيد زيد. يو قريب خسرت خوتي، قريب خليته يروح. يلا هذا جاي من فوق. نايس، يلا نايس نايس. يو قربنا، نورمال نربحه خوتي، مازال شوية أشبح. يا ربي وما نخسرش، يا ربي وما نخسرش. يلا نايس، يلا. ولا الانيميشن خوتي في هذه اللعبة ولا غير اسطوري؟ شتو كفاية يتحركوا الوحوش. يو قريب خسرت خوتي، شتو شحال قرب هذاك الوحش، هذاك الشبح ماشي الوحش. المهم شوفوا خوتي الانيميشن ولا غير اسطوري، كاين زعماء واحد اخرين. يو كنت تشوفوا الرسم فيهم خوتي والانيميشن اسطورية. المهم انتوما خوتي اذا حبيتو تشوفوا يعني ايه انا ربحت، اذا حبيتو خوتي تعرفوا بزاف على هذه اللعبة ابحثوا عليها في اليوتيوب، كتبوا كاب هيد وراح تخرج لكم مقاطع بزاف على هذه اللعبة، وتشوفوا الوحوش هذوك الزعماء وكلش، وتشوفوا الصعوبة، وتشوفوا ايضا الرسم اللي فيها والانيميشن، والله غير اسطورية بزاف. المهم انا ربحنا في المهمة خوتي، يلا. المهم خلينا نخرجوا منها خاطرش انا ربحنا فيها. يلا المهم انا ربحنا خوتي، نايس. المهم هذه هي اللعبة خوتي، نتمنى تكون عجبتكم. اليوم قررت ننوع ونلعب هذه اللعبة، اصعب لعبة في العالم خوتي. ربحنا في هذاك الزعيم تاع الخضرة، يا اخي لعبناه وربحناه، ولعبنا تاني درت لكم بونوس كي شغل، لعبنا هذه المرحلة تاع الاشباح الوردية. المهم خوتي نتمنى يكون عجبكم الفيديو، اذا عجبكم ما تنسوش تدعموني بلايك واشتراك وتفعل زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. المهم خوتي يلا نشوفكم في المقاطع الجاية ان شاء الله، مع السلامة. When you feel it's hopeless, when you think that you lost, oh, I will take your hand.